استنكارات رجال الدين للإعدامات لم تقتصر على إيران فحسب، إذ أعرب علي السيستاني المرجع الشيعي العراقي عن قلقه من أحداث طهران قائلا في هذا الخصوص إنه بعث برسائل إلى أركان النظام لكن ما من أحد يسمع على حد قوله. أنه إعطاء قراءة جديدة لمدرسة أهلك كما قام علماؤنا السابقون بذلك. يعني أنت عندما ترجعون لزمان الشيخ الطوسي، عندما ترجعون لزمان علماء الأخيري، تجدون أن كل واحد منهم أعطى قراءته بمقتضى الظروف البيئية والثقافية التي كان يعيشها. فلماذا يكون ذلك محجور علينا وممنوع علينا ولا يسمح لنا؟ ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في البيع. كما الآن يتمنى لي البعض الله يخلصنا من هذا الزيت، وسمعت بعضهم يقول ملكا الله. أما تطلق على من لا يعتقد بدينك أنه لا أخلاق له، هذا خلاف الواقع. ويحرم يحرم يحرم، أكررها 100 مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات المسلمين كل البشرية.